الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على كلمته، وأدعو السيد سعادة السفير إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإلقاء كلمة الأمين العام للأمم المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اسمحوا لي أولا فخامة الرئيس محمد عبد العزيز أن أهنئكم وأهنئ الشعب الموريتاني على تنظيم هذه القمة. إنني كموريتاني فخور أن أرى اليوم القادة العربية موجودين في العاصمة الموريتانية، وإنني أعبر باسم مشاعر الشعب الموريتاني إذا قلت أن هذا مثل حلم تحقق اليوم. ثانيا، أريد أن أحيي أخي وصديقي معالي الدكتور أحمد أبو الغيط على الثقة التي كلفوه بها الرؤساء والملوك والأمراء العرب بتوليه الأمانة العامة في هذا الوقت الحرج. الآن أريد أن أثني عليكم الكلمة التي كلفني بها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، أصحاب السعادة السيدات والسادة، من دواعي السرور أن أوجه تحياتي إلى مؤتمر القمة 27 للجامعة العربية، لجامعة دول العربية، وأن أعرب عن الشكر لموريتانيا على تفضلها باستضافة هذا الاجتماع الهام. وأود أن أهنئ سعادة السيد أحمد أبو الغيط على تقلده منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، متمنيا له كامل النجاح والتوفيق في مهامه. كما أود أن أعرب عن الشكر لسلفه سعادة الدكتور نبيل العربي لما تحلى به من خصال قيادية وروح شراكة قوية. ومن المؤسف أن العديد من البلدان في المنطقة العربية ما زالت تعاني من النزاعات، ففي سوريا ما زالت الحرب الأهلية الوحشية تقطع أوصال البلد، وما زالت أعداد هائلة من السوريين تفر من بأرواحها من وابل القنابل والصواريخ، إلى جانب التهديدات التي يشكلها تنظيم داعش. وفي الوقت الراهن يعكف مبعوثي الخاص على التحضير للجولة التالية من محادثات بين الأطراف السورية، لذلك أهيب بكم جميعا أن تستخدموا نفوذكم لدى الأطراف المعنية لحملها على تغليب مصلحة الشعب السوري على أي اعتبارات أخرى ووضع حد لهذا العنف الهوج. وفيما يتعلق باليمن، لا تزال الأمم المتحدة منخرطة بفعالية في الجهود المبذولة في دولة الكويت مشكورة من أجل وقف الاقتتال نهائيا وإتاحة استئناف عملية الانتقال السياسي السلمي. إن الحوار هو السبيل العمل الوحيد لإحلال السلام في البلدان التي مزقتها الحروب الأهلية الطويلة الأمد، وأنا أقدر ما تبذله أعضاء جامعة الدول العربية من دعم للجهود الدبلوماسية ومساعي الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالعراق، أرحب بالتقدم المحرز باستعادة عدة مناطق من قبضة تنظيم داعش بما يشمل الفلوجة، وأهيب بكم أن تضاعفوا من دعمكم لهذه الجهود. ولا بد أن تضمن حكومة العراق اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية المدنيين خلال العمليات العسكرية الموجهة ضد تنظيم داعش. وفيما يتعلق بفلسطين، فقد أوضحت المجموعة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط في تقريرها أن آفاق الحل القائم على دولة آخذة بالإضمحلال في ظل الاتجاهات السلبية السائدة على أرض الواقع. لذلك أحث فلسطين وإسرائيل على العمل مع أعضاء المجموعة الرباعية من أجل تنفيذ التوصيات الرامية إلى إعادة إذكاء بارقة الأمل في إيجاد حل سياسي. ولا بد أن توقف إسرائيل فوراً أنشطتها الاستيطانية غير القانونية، ويجب على الفصائل الفلسطينية أن تتجاوز انقساماتها وتدين الإرهاب بجميع أشكاله، ولا بد أن تفي الجهات المانحة بما تعهدت بتقديمه من تبرعات خلال مؤتمر القاهرة بغية الإسهام في جهود إعادة تعمير غزة. أما لبنان فيظل نموذجا للتعايش في ظل التنوع، وهو يستضيف حاليا بسخاء عددا قياسيا من اللاجئين،
لذلك أحث قادة لبنان من جديد على كفالة الاستقرار والتشبث بمثال التوافق السلمي الذي يجسده بلدهم بنبذ خلافاتهم وانتخاب رئيس لبلدهم. وفي ليبيا تواصل الأمم المتحدة من خلال مبعوث حث الجهات المعنية على تشكيل حكومة وفاق وطني وفقاً للاتفاق الموقع في كانون الأول ديسمبر 2015. فالفراغ السياسي والأمني لم يفد بشيء سوى تقوية شوكة تنظيم داعش الذي بات يهدد ليبيا وبلدان المنطقة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لإعرابي عن تقديري لجمهورية الإسلامية في موريتانيا ودول الجوار على دورها القيادي في معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في منطقة الساحل. وفيما يتعلق بالسودان أحث الأطراف كافة لا سيما حكومة السودان على اتخاذ خطوات ملموسة لبناء الثقة والمضي قدما لعقد حوار وطني ذي مصداقية وشامل للجميع. وأهيب بجميع الجهات التي لم توقع بعد خارطة الطريق التي اقترحها الفريق التابع للاتحاد الافريقي أن تبادر إلى القيام بذلك. وأخيرا وليس آخرا، إن المشكلات المترتبة عن الأعداد القياسية للاجئين والمهاجرين باتت تبتلي العديد من الدول العربية، فهي بلدان المنشأ والعبور والمقصد. وفي هذا الصدد يلتئم قادة العالم في رحاب الأمم المتحدة خلال فترة الجمعية العامة في شهر أيلول سبتمبر في إطار الاجتماع الرفيع المستوى المعني بحركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين، وإني أعول على مشاركتكم الفعالة في هذا الاجتماع على أعلى مستوى. لقد شكل اعتماد اتفاق باريس بالعام الماضي منعطفا تاريخيا على مسار التصدي العالمي لتغير المناخ، ويحودني الأمل أن تعملوا بشكل وثيق مع المملكة المغربية الرئيس المقبل لمؤتمر الأطراف باتفاق باريس، وأشجعكم على التصديق على الاتفاق في غضون هذا العام. وأود أيضا أن أعرب عن تقديري لدعمكم لقرار الجمعية العامة الأخيرة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. ولقد ازداد التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشكل ملحوظ على مدى السنوات الأخيرة، وتكلل بالاجتماع التشاوري التاريخي الذي عقد في القاهرة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ونحن نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون. فجامعة الدول العربية هي شريكنا الذي لا غنى عنه على درب تحقيق السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. أتمنى لكم اجتماعا موفقا، والسلام عليكم ورحمة الله. الأمين العام للأمم المتحدة على كلمته، وأدعو معالي السيد أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي لإلقاء كلمته.